تشهير وتسخيط وطعن بنزاهة البشر ماكو أسهل منه، بس منو يسوي؟ يسوي ابن الشارع وتربات الملاهي بحيث يجبرك تنزل المستوى حتى تلزمه من إذاناته وتطب براسه بملفات فساد تاج راسه. لذلك قررت كل أسبوع أطلع بحلقة تفند كل إدعاءات مطبلشيت ورواقيص العائلة الحاكمة بشمال العراق، من قحطان الفلاح لمحمد وغيرهم وغيرهم هواي، وما دام هم شغالين إحنا شغالين. ويبقى السؤال هنا، ليش بعض الإعلاميين اللي يطفرون من مناطقهم يختارون أربيل ويعيشون بيها؟ شنو فرقها عن باقي المدن العراقية؟ في أربيل أكثر من 20,000 كلب سائب بحسب تقديرات البلدية، 6,000 كلب تم إيواؤها هنا، كل كلب مرقم وبياناته محفوظة. يا أخي إيش قد حلو ومريح لبس شعبنا وأهلنا الكردي بشمال العراق. من هاي أغلب البحثين والمطلوبين للقضاء مثل ثائر البياتي ووليد الخشماني ومثال آلوسي وعبد الرزاق الشمري بأربيل، أثار طلع مسعود برزان مسوي لهم محمية. بما أنه ماكو شيء بلاش، ما قلتوا لنا هاي المحمية إيش قد كلفتكم؟ تم إنشاء هذه المحمية بكلفة حوالي ما يقارب 500 مليون دينار. نص مليار؟ ليش ما يخصصون المبلغ هذا لإيواء كلابهم؟ أشوف ما شاء الله فلوسهم منتشرة وكل ساعة مسوي لهم مشروع ترفيهي ومنجز خدمي بحيث تباوع على المواطن الكردي عبالك مواطن نرويجي أو دنماركي من قد الخير اللي عايش بيه بظل حكومة آل البرزان. يا الله يخليهم خيم وذخر لقليب كردستان وشمال العراق. يعلمون ومدرسون في محافظة أربيل الإضراب عن الدوام الرسمي لحين صرف رواتبهم المتأخرة. هذا ويشهد الإقليم تظاهرات وإضراب للملكات التعليمية بسبب عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر. ما انتقد المحتجون عجز أربيل عن دفع رواتبهم وتغييب مستحقاتهم. يابا انتو الكوادر التعليمية هم على كيفكم ويا العائلة الحاكمة، ولا ظلون يوم ويا مسوي لكم اضراب او طالعين المظاهرة، لان حكومة مسرور برزاني عندها اسبقيات اهم من رواتبكم ودي تشوفون بعينكم. استوى ذبت له 500 مليون دينار على محمية الكلاب السائبة. هسه تقول لي يعني هي الكلاب السائبة اهم من عندنا احنا الكوادر التعليمية؟ اي طبعا طبعا، حتى باكر عقبة اي واحد تعرض لهم او نشر سرقاتهم وفضايحهم مباشرة يهدون عليه واحد من هاي الكلاب السائبة اللي مربيها بالمحمية. الشيخ سعد المدرس او المدرسي ما ادري شنو، ها انت حياتك مشغوله بام اللول ليش؟ اغلبكم وبالذات اللي يدورون طشه مثلك، اغلبكم اهتميتوا بالمالات واهتميتوا بالنسوان. انتوا اصلا جزء من فساد المجتمع. ومثل ما موضح بالفيديو شفت شلون كان حب القحطان مفتوح حتى يعوي على الشيخ سعد المدرس. مو لأنه شيخ متهم ملف فساد، لو مسؤول بالحكومة لو مرشح بالانتخابات. هسه تقولي لعد ليش ينبح عليه؟ أكيد تلقى منتقد مسعود برزاني وبطلع الكلب. ما تيجي نشوف. يلا برزاني هالقزم هذا راح ياخذ دور زيلينسكي وراح يكون سبب في تهديم هاي المنطقة، حتى انه حسن علوي قال له بابا لا تصير زيلينسكي كردستان، مثل ما جابه واحد شاذ جنسيا وخلوه على اوكرانيا سوى بها، حول كردستان الى مستنقع مال رذيله. شنو الموساد يصول ويجول؟ لا لا ما لوم القحطان من جاب الشيخ سعد المدرس وقاعد يقول عليه. هو كانت افضل طريقه لتفنيد التشخيص الدقيق اللي قاله الشيخ سعد. بس تدري قحطان بالبدايه ما عرفتك؟ عبالي احمد منصور ابو الجزيره اللي يقدم برنامج الدين والحياه، تالي ذكرت انه انت قحطان عدنان اللي ماكو ميز بملها من ملاهي اربيل ما يعرفك. داك قحطان قحطان قحطان، تريد تسكن بالملاهي وتتزوج كاولية حياتك وانتحر بيها، بس مو من المفروض تعكس واقع هاي الأماكن الرذيلة
برنامج وتناقش مشاكلها، بحيث الشباب صارت اذا تريد تعرف اخبار المناهي والكاولية تتابع برنامجك يا اخي. صوت الكاولي مبين يصير بعد اضخم. اضخم. ومثلا اكو اصوات بالكاولية ما يقدرون يغنون الاغاني هاي الهوا ستايل الاغاني العربية. شفت سياسة حكومة الاقليم شلون ناجحة؟ بحيث رئيس الحكومة مسرور برزاني ده يصرف فلوس رواتب الموظفين والمعلمين على هاي القناة حتى تطرح وتناقش أمور كلش مهمة، أبرزها التفريق بين الصوت العادي والصوت الكاولي. وأعتقد ماكو قضية أهم من شؤون وأحوال الكاولية بأربيل حتى قحطاني يسلط عليها الضوء. لوكو هو مغلس معود فيضانات. وينك يا فيضان؟ يا فيضانات يا قحطان يذكرها غير ثاني يوم منصور يغطى برميل مال مزيل لوجن ويطلع لنا اياها بلا ملامح. بس بما انه انا وياك زملاء راح الحملك الموضوع حتى لا حد يقول عليك شو كلم مسعود ما تطرق للفشل باربيل يمي. غصت شوارع اربيل بالمياه اجتاحت حدود المحافظه معدل. تعال شوف مسرور برزاني لما انده يحتفل بحكوماته على انجازاته. هاي اربيل كذا، شارع 100 غرق، شارع 60 غرق. هاي اربيل راح اشوفك اربيل، ما راح اشوفك لا دبي ولا نيويورك ولا لندن. هاي حكومه اقليم كردستان ده تحتفل بانجازاتها. وش اوتومبيلي كثيره وهروا وش اوتومبيلي كثيره. شوف الناس اللي تريد تبني دوله، هذول الناس اللي يريدون يسوون دولة. أنا يو درم حالاتي سلامت بيت. هاي أربيل. سق في ديارة. وقت باس نكر أوان تاكسية سق في ديارة. أوان سي أوتومبيل. هاي أربيل. تفضل. هاي أربيل. تفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هسه هي أربيل ناقصة مصايب وكوارث. منها رواتب ماكو، منها خدمات زباله. لا اول يفك حلقه لو يعلق على سوء الخدمات باربيل بالفيسبوك ينشاله وما حد يعرف مصيره مثل صدام. وفوق هذا كله تجيهم مطره تدمر ممتلكاتهم وتهجم بيوتهم وتلوص الاول والتالي. بس اني واثق بحكمه القياده الكرديه بشمال العراق، واكيد راح تتحرك وتروح تجيب ناس خبراء ومهندسين تسوي لهم اجراءات عاجله لحل هاي المشكله وتخلص الناس. هلو، هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي شنو هاي؟ هاي ترى غير شغلة هاي. أدري هذا اللي جايب نانسي عزرا متغني، ما أفكر وين راح تغني على السطح مال مجدي مول؟ لو عتان كمان مي. من هاي يومية قاصي لهم شريط مال شارع جديد ومسجلين منجز على الشعب الكردي المسكين. أثار طلع مسوي برزاني قاضي عليهم قير وخطوط بيض، قير وخطوط بيض. اختار السيد مسرور برزاني كأفضل شخصية قيادية نظرا للإنجازات والخدمات التي قدمها في كردستان. إيه باعتباره أطلق قمر صناعي يشبه سجق أربيل. يعني هسه المواطن الكردي من يسمع أنه مطلعين صورة مسرور برزاني ومختاري أفضل شخصية بالخدمات اللي مقدمها وهو صار له يومين بالشارع بايت وجهاله متهجولين وياه بسبب الخدمات البائسه. مو يقول المسرور اذا خليك وبحلق الك ما حد يلومني. لا 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 قطع، لا احنا ما نقبل السب. تاز راسك وتغلط عليه. كل اللي يريده هو شخص الخلل والدافع عن الناس اللي تهجولته. واذا اهن الاكراد ما يهموك يا اخي، دافع عن حقوق ابناء اجلتك اللي مخيمات النزوح اللي باربيل. أنا من أقول على واحد مو خوش آدمي يعني صدق مو خوش آدمي، وهذولا مو خوش أوادم. يعني أنت ما قدرت تفك حلقك ويا مسرور برزاني ولا قدرت تقول الآل برزاني حارين فسادهم وملذاتهم وصرت زلمه على هاي الوزيرة وطلعت لسانك عليها. خو بدل الكلام الفارغ هذا خلي النواب الحزب الديمقراطي اللي يصرفون عليك يصيرون زلم ويحاسبون ويستجوبوها مثل ما الإطار التنسيقي ساحل رئيس شبكة الإعلام العراقي نبيل جاسم وشلعوا شلع من منصبه. لو نوابكم ما عليهم بهذا الحكي وما يعرفون إلا لغة المساهمة والابتزاز، وهذيك أنت سب وتغلط بكيفك على خصومهم وأي واحد يكشف فسادهم.
احنا جمعنا التواقيع خلال الاشهر الماضيه باولا طبعا استجواب، لا يعني يسبق الاقاله هو الاستجواب، استجواب وزيره الهجره والمهجرين على خلفيه ملفات الفساد الكبيره اللي موجوده في وزاره الهجره، ليتم تحديد موعد لاستجواب السيده وزيره الهجره والمهجرين. اقوم يعني انا اللي قدمت طلب الاستجواب. اي هسه الامور تمام وخلي كل واحد ياخذ دوره، يعني سياسي يتولى الامور السياسية والمثقف يتولى شؤون الثقافي، وبهالخطوة تخلون الإعلام هم ياخذ دوره مثل الأخ حطان اللي بس راح يشوف اكو استجواب سياسي لوزيرة الهجرة والمهجرين راح يعوف القضية ويتفرغ لأم اللول عنود الأسمار وباقي الكاولية اللي من ضمن اختصاص. بس هنا خاف هم يطلع لكم سجاد سالم ويتهم الاستجواب انه استهداف سياسي وتسقيط برموز الدولة. لا ما في هيك شيء، لا الديمقراطي ما عنده استهداف ابدا. لا هو على شنو استهداف سياسي؟ شنو قابل الحزب الديمقراطي يساوم؟ بالعكس انا اشوف استجواب الوزيره ايفان فائق اشترى صحيح واجاب وقته، لان لسه ما شفنا اي شيء ايجابي يفيد النازحين، وخطي ذولاك وينهم؟ لا حد يسال عليهم، لا حد رجعهم لبيوتهم، وبس الله يعلم شلون عايشين وشنو معاناتهم والامهم. وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابر إغلاق مخيم عربت في محافظة السليمانية كثاني مخيم يتم إغلاقه في إقليم كردستان منذ 2014، داعية الحكومة المحلية في أربيل ودهوك إلى أن تحذو حذو السليمانية في تسهيل العودة للنازحين. هل نستطيع أنه نغلق هذا الملف بشكل كامل وقبل المدة المحددة؟ كل عائلة موجودة الآن في مخيمات إقليم كردستان لها الحق في حال قررت أن تخرج من المخيم وتسكن في المنطقة اللي هي ترغب بها إلى منحة 4 ملايين. إذا هذا الحكي اللي تقوله الوزيرة صدق، يعني المشكلة مو بوزارة الهجرة والمهجرين ولا بإجراءات الوزارة، وإنما المشكلة بالنازحين نفسهم اللي ظاهر الشغلة عجبتهم بهاي المخيمات وهم ما يردون العودة إلى منازلهم ومناطقهم. 26 مخيما بإقليم كردستان تبدي الحكومة العراقية نية لإغلاقها، فيما ترى أربيل العكس. تعارض أربيل إذن إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كردستان العراق وتطرح خيار العودة الطوعية للنازحين. في آخر تقرير لها منظمة هيومن رايتس ووش اتهمت حكومة إقليم كردستان بمنع أكثر من 4000 عائلة بالعودة إلى قراهم شرقي الموصل. لا أخوي إقليم كردستان إيش عليه ويمنع النازحين من العودة لمناطقهم؟ بس قول المعاملة الطيبة لإدارة المخيمات هي هاي اللي خلت النازحين يرفضون العودة ويتشلبون. أنت شايف هناك شلون مدلليهم؟ شايف إيش قد ناس من أسرة علي البرزاني يزوروهم أسبوعياً؟ شايف شنو الخدمات اللي يقدموها لأطفال النازحين؟ شايف الندوات الثقافية والمهرجانات الترفيهية اللي يسووها لشباب المخيمات هاي؟ شايف إدارة المخيمات شلون يسهرون الليل كله؟ حتى الناس اللي بالمخيمات ينامون بأمان وسكينة، شو احكي لك عن تعاملهم بهاي المخيمات؟ هي وحدة اثنين دهاك. من أمام إحدى مخيمات النزوح في أربيل ازدياد حالات الاغتصاب ضد نساء وفتيات وانتشار الدعارة مع تزايد حالات لجوء أولئك النازحين إلى بيع الأعضاء البشرية. سجلت الشرطة المحلية انتحار 4 فتيات وشابين داخل المخيمات. مخيم دوميس في مدينة دهوك العراقية، هنا ظلمات فوقها ظلمات. تتعرض النساء في المخيم إلى مضايقات كثيرة تصل أحياناً إلى الابتزاز مقابل خدمات بسيطة أو عروض للزواج من القاصرات أو تعرض أولادهن القاصرين للتحرش أو الاغتصاب. ظواهر التحرش والاعتداء الجنسي داخل المخيم لم تقتصر على الفتيات الصغيرات أو السيدات، بل طالت حتى الشباب. يا بعيني أنت مسرور ومسعود ومنصور وبرور البرزاني من جاي يشوفون المنظمات الدولية والصحف العالمية والوكالات الأجنبية يوم يصرخكم تقرير يوضح الفضائح هاي اللي قاعد تصير مخيمات النازحين بربيل، ما تقولوا لي على شنو مكلبين بيهم وما تقبلون ترجعوهم لمناطقهم؟ دعوفوهم وفكوا ياخا عنهم، لو انتوا لا ترحمون ولا تخلون رحمه الله تنزل، خلوهم يروحون لمناطقهم وخلونا نخلص من هاي السمعه الطايحه اللي تنحسب على البلد كله، لو اكو شيء ما نعرفه يخليكم تبقوهم يومكم. دعك
ولإقليم كردستان تفقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مخيم حسن شام في ناحية الخزر التابعة لمحافظة نينوى، ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الجهود والدعم لإغاثتهم ضمن حملة المساعدات الإنسانية للنازحين والتي تقدمها الدول والمنظمات الإنسانية. وصلت إلى أربيل مؤخراً وعجبة أخرى من المساعدات الإنسانية القطرية دعما لأوضاع النازحين في إقليم كردستان. وصل وفد رفيع المستوى من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 78 مليون دولار هو حجم الميزانية التي خصصتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي للعراق، والمبلغ مرشح للارتفاع. في محافظة أربيل سمى صندوق المبادرات الاجتماعية تمكين في إطلاق حملة مساعدات على مخيمات النازحين بغية سد حاجتهم. قامت القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل اليوم بتوزيع 1000 قسيمة شرائية مقدمة من الجمعية الكويتية للإغاثة على النازحين العراقيين من مدينة الموصل والمقيمين في مدينة أربيل. أكد أن القسائم التي تبلغ قيمة الواحدة منها 50 دولارا تتيح لحاملها شراء بضائع يحتاجها من محلات تجارية في مدينة أربيل. قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات مادية للنازحين في إقليم كردستان المقيمين في مخيم حسن شام بقيمة 12 مليون ونصف المليون دولار من أجل النهوض بأهداف التنمية السلمية والتعليم الشامل لدعم الطلبة النازحين. اليوم الحملة تستهدف 15 ألف شخص، قيمة طبعا الحملة 500 ألف دولار نصف مليون دولار. من هاي الجماعة ما يخلوهم يرجعون لأهلهم، أثار بالعين بهاي الملايين اللي تقدمها المنظمات الدولية والعربية والإقليمية، وظاهر أنه وزيرة الهجرة ضغطت عليهم هواي ومارست دورها بصورة صحيحة، لهذا يردون استجوابها وعزلها حتى يخلع لهم الجو ويظلون يبقون براحتهم. طبعا لذاق القوا هالمخيمات من يصرف منصور برزاني على الملاهي والقمار بارات باريس، من يحول مسعود برزان الحساب اللي بسويسرا، من يشتري مسرور أملاك وقصور وصيدليات بأمريكا. يا حرامية يا ولد الكلب. اي والله.